السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواش مبروكه اليوم ان شاء الله البنات. غادي نقدم لكم هكا واحد الصابلي اللي تيجي راقي بواحد الحشوه اللي مميزه الصراحه، تعطي حتى واحد اللذه البنات رائعه. نتمنى كتجربوه. غادي نحتاجوا في المقادير، مقادير بسيطه بزاف البنات، وتتخرج كميه معقوله ورائع رائع صح. غادي نحتاج المقادير نص كاس صغير نتاع الزيت النباتيه، غادي نحتاج كاس عامر نتاع البسكوي اللي طحنته، انا استعملت جولدن البنات. غادي نحتاج البيضه، كاس تاع العنبه مع مرش نتاع السكر سنيده، نص كاس نتاع العنبه نتاع النشا. غادي نحتاج 125 غرام تاع الزبده، غادي نحيد هاد العناصر باش نوريكم. عندي هنا 125 غرام تاع الزبده، عندي قريصه تاع الملح، عندي هنا شاصيه الفاني، وعندي غادي نحتاج نص باكيه تاع التخميره حمراء. غادي ناخذ هاد الفاني والملح غادي نضيفهم على الزبده، غادي نضيف عليها سكر سنيده. انا ما عنديش البنات سكر بلاصي، ممكن تضيف سكر بلاصي، انا خدمت غير سكر سنيده. وغادي نخدمو مزيان حتى يذوب ليا في وسط هاد الزبده هادي. غادي نزيد الزيت وغادي نبدا نخدم صافي. غادي نخدمو على تيولي على شكل بوماد عاد باش غادي نضيفو البيضه. البنات اول مره تشوفوا القناه تاعي بدا، غادي نقول لهم مرحبا بكم، ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس هكا البنات باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش من طبيعه الحال تبارطاجوا الفيديوهات هكا مع العائله ومع الاحباب ديالكم باش تعموا الفائده البنات هكا على الجميع. صافي غادي نخدم هاد الزبده مزيان هي وجميع هاد العناصر هادو هانتوما، وغادي نضيف هذيك البيضه، وغادي نعاود نخلط حتى يولي هذا الخليط هذا على شكل بوماده. ها انتما شفتوا، ها هي بدات تذوب هذيك هذاك السكر السنيده راه بدا يذوب صافي، غادي يولي بحال بوماده. ولا تبغيو نزيدكم البنات هكا من هاد الاقتراحات، ما عليكم غير تخليو ليا في اسفل الفيديو اش تبغيو نزيدكم، واش الملح البنات او لا نمشيو عاود ثاني واحد شويه نوعو نمشيو للحلو. شتا البنات تنبقى تنخدم حتى كنحصل على هذا الشكل هذا، تتولي بحال بوماده بوماده البنات. هانتوما تبقى يبان لا زبده لا لا بيض لا سكر سنيده لا زيت لا حتى شي حاجه، كلشي تيخدم مع بعضياتو. هذا هو السر نتاع الصابلي البنات، هو هاد الخدمه هادي اللي تنخدموه في الاول. والصراحه ماشي غير الصابلي، حتى غريبه البنات هكا باش يجيوكم معلكين من الوسط، راه السر نتاعهم هو داك السكر سنيده تخدم مزيان مع ديك الزبيده ولا الزبيده وداك البيض حتى يتعلق. هذا هو السر نتاع التعليكه نتاع الغريبات. غادي نضيف دابا هاد نص كاس هذا نتاع النشا وغادي نخلط. رومت الدنيا البنات صافي، غادي نبدا نخلط. غادي نضيف هاد البسكوي المطحون، صافي، وغادي نخلط هاد العناصر هادو حتى ينسجمو ليا هكا مع بعضياتهم. هاد البسكوي البنات تعبت واحد المذاق رائع هكا، جربوا هاد الصابلي هذا بهاد الطريقه هادي وبهاد البسكوي هذا، راه خطير الصراحه والله البنات، تيجي فيه واحد المذاق ما تتعرفوش شنو هو، واحد المذاق اللي زوين بزاف. غادي نضيف دابا هاد نص باكيه نتاع الخميره حمراء باش يجينا هاد الصابلي هذا يجي هشيش البنات، هادشي علاش تنضيف الخميره. وغادي نضيف الطحين، الطحين ما عطيتكمش المقادير البنات، حيت الطحين تيبقى على حسب الخليط واش تيشرب اولا ما تيشربش الطحين، المهم عينيكم ميزانكم. المهم اهم حاجه البنات هي الصابلي ما يتخدمش. صافي خدمناه دابا في الاول، دابا تنبقى نزيد الطحين شوي بشوي وانا تنخدم هكا غير بالرويصات نتاع صبيعاتي. البنات تقطعت ليا الكاميرا، انا جالسه تنهضر وتقطعات صحابني انا واش خدامه. المهم غادي نعاود معكم، تنبقاو نضيفو في الطحين كي قلت لكم شوي بشوي، اهم حاجه ما ندلكوش حتى تتجمع العجينه تاعتنا تجي على هذا الشكل هذا بحال الصابلي العادي. رجعوا للقناه الخدمات لي صابلي راه بحال البنات عندي صافي. غادي ناخذ هذا المول هذا
هانتوما البنات بالنسبه للبنات اللي بغاو يصوروا على هذا الشكل هذا، ممكن تاخذوا اي مول عندكم دائري، اي مول، اي مول صراحه عندكم ممكن تخدموا به. ما عندكمش المولات ممكن تخدموه بحال غريبه البنات، ممكن تجمعوا الصابرين تاعكم وتخدموا على هذا الشكل هذا، يجي بحال شي غريبه هكا عامره من الوسط، وتبقى لكم نتوما حريه الاختيار، وتبقى لكم نتوما اش اللي متوفر عندكم في البيت تخدموا به. يعني البنات عندي واحد 200 غرام تاع التمر هكا، العجينه تاع التمر ممكن تصيبوها في الدار كيف ما ممكن تشريوها. غادي نضيف عليها تقريبا واحد 100 غرام تاع القرقاع اللي هرمشتو، القرقاع صهدتو هرمشتو، غادي نضيف عليها واحد قرطرات نتاع الزيت. الزيت البنات تيخليو التمر يجي معلك هكا في الحشوه وتيجي رائع احسن من الزبده. صافي وغادي نخدم هاد العناصر هادو. نتوما الى عندكم البنات القرنفل ممكن تضيفو، انا ما عنديش، تيجي رائع مع التمر، انا ما عنديش، غادي نكتفي بالحشوه غير هكا، ما غادي نضيف عليها حتى شي حاجه اخرى. صافي غادي نخلطو هاد التمر هذا حتى ينسجم لينا هكا مع القرقاع ويدخل مزيان، باش يجي هذاك تجي هذيك التقرميشه ملي نطلع الطو الصابلي تجي واحد التقرميشه في الوسط تاع داك القرقاع رائعه الصراحه. ها نتوما غادي نخدمو حتى ينسجم ليا مع بعضياتو، ودخل هذيك الزيت معاه وتعلقوا ليا البنات، ها هو تلبس كامل وبداك القرقاع ودخلات فيها هذيك الزويته. صافي غادي نجمعوها هكا جانبا، غادي ندوز نغسلي يديا البنات وندوز باش نكمل معكم ان شاء الله هكا المراحل تاع هاد الصابلي هذا. غادي ناخذ دابا كويره هكا من التمر ها البنات، وغادي ندير كويره تاع هذا الشكل هذا. انا غادي نوريكم دابا نتوما في الدار وجدوا الكويرات هما الاولين باش تسهل عليكم الخدمه، عاد باش دوزوا جدوا الكويرات نتاع العجين تاع الصابلي كيف ما ممكن توزنوهم هكا البنات باش تسهل عليكم الخدمه بالنسبه للمبتدئات. صافي على هذا الشكل هذا غادي ندوز دابا العجين. العجين راه خليته بعد ما جمعته البنات درتو هكا في بلاستيك غذائي ودخلتو للثلاجه حتى ارتاح هكا واحد الساعه، عاد باش ندوز نخدم به. ماشي مشكله كاع الا بات البنات، راه ماشي مشكله. صافي تناخذ العجين تاعي تنطرقو على هذا الشكل هذا وتنبدا تنجمع. ها نتوما ساهل، ما كاينش ما ساهل منه الصراحه. ورجعوا شوفوا لي صابلي البنات اللي حطيت لكم، راه كاينين في القناه، وغادي تشوفوا دابا غادي نخليكم مع الصور نتاع صابلي نتاع الزياده اللي دارت واحد السيده وقالت لي دوزي هكا في القناه اللي نجح ليها، اللي كان بالعجين تاع الشوكولات اللي بمكونين الصراحه اللي تيجي رائع البنات. صافي على هاد الشكل هذا تنضغطوا. ها نتوما ما تنعمروش المول نتاعنا حيت الصابلي راه فيه الخميره باقي غادي يزيد يتنفخ لينا البنات. غادي نزيد معكم كويره واحده اخرى، تناخذوا العجين على هذا الشكل هذا، تنحطوا الحشوه تاعتنا وتنبداو تنجمعوا في الصابلي نتاعنا على هكا تنغلفوا. ها نتوما الا كان العجين زايد راه ممكن تنقصوا منه ماشي مشكل. صافي وتنحط الكره تاعي وتنضغط عليها بيديا بهذا الشكل هذا. ها نتوما وممكن تدخلوا منين تدخلوا هاد المولات هادو تاع السيليكون الفران ممكن تحطوا فوقهم شي طاوه هكا من الفوق باش تمنع الصابلي باش يتنفخ ويخرج بزاف على المول. صافي ها نتوما غادي نعاود نزيد معكم وحده اخرى. صافي ونحبس. ها نتوما تنجمع على هاد الشكل هذا وتيجي كيقلت لكم من ارقى لي صابلي اللي ممكن تحضروهم هكا وتحطوهم في لي بلاطو تاعكم، والحشوه تيبقاو اختياريه ليكم نتوما اللي متوفر عندكم في الدار ممكن تستعملو. صافي على هاد الشكل هذا وتنزولو دائما الفائض هكا كاع الا خرج لينا من الجناب. راه هاد الكاميرا اليوم البنات بغات تخرج ليا العقل عاوتاني طفات. المهم بعد ما كملت المول تاعي كامل صافي تناخذو تنحاول نقاد ليه الحواف نتاعو على هاد الشكل هذا. كي قلت لكم ممكن تحطو فوقو شي طاوه عاد تدخلوه للفران هكا باش ما يطلعش لينا بزاف
غادي نستمر بنفس الطريقه البنات هكا حتى نسالي العجين اللي عندي. غادي ندخلو الفران اللي مشعل من قبل، غادي يكون على غادي يكون سخون مزيان. غادي ندخلو غادي نمهل عليه العافيه ونخليه حتى يطيب ليا من التحت، عاد نشعل عليه من الفوق ياخذ اللون ونخرجو ان شاء الله نخليه يبرد وندوزو باش نزينه. صافي البنات، هو بعد ما خرجت الصابلي اللي عندي من الفران تيجي على هذا الشكل هذا، هانتوما تيجي مقرمش زوين البنات هكا كي قلت لكم بهذيك الحشوه الرائعه. ودابا راه موجود عندنا التمر البنات، ممكن تاخذوا غير التمر اللي عندكم وطيبوه كي قلت لكم. عفوا البنات، غادي ناخذ هنايا الشوكولاط الابيض اللي ذوبت عندي هنايا الشوكولاط كالا كالا، تيبقى زوين البنات والثمن تاعو مناسب. غادي ناخذ المول تاع السيليكون اللي غسلت ونشفت من قبل وغادي نفرغ فيه هكا كميه من الشوكولاط. الشوكولاط ذوبت البنات هكا في حمام مريم، ما ضفت عليه لا زيت لا والو، هادشي باش زوين كالا تيذوب وتي تيجي هكا جاري البنات بلا ما تضيفوا عليه حتى شي حاجه، ما تحتاجش تضيفوا عليه شي زيت اولا هكا شي حاجه اللي بغيت تطلقوا. صافي غادي نفرغ كميه من الشوكولاط بهذا الشكل هذا في المولات اللي عندي، وغادي ناخذ صابلي وتنضغط هكا على هذا الشكل هذا باش الشوكولاط تطلع هكا من الجنيبات كاملين البنات ويتلبس. صافي غادي نزول هذاك الفائض هكا من بعد، تنعاود نحطو حتى اخرى وتنضغط هكا غير واحد شويه باش يتلبس ليا كامل من الجنيبات. هانتوما غادي نعاود معاكم هذا. صافي غادي نبقى نستمر هكا حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي، وغادي ندخلهم للمجمد ان شاء الله حتى يجمدوا ونزولهم من المول ونرجعو ان شاء الله باش نكملو لهم التزيين. صافي بعد ما خرجت الحلوه البنات هكا من المجمد وزولتها من المول تجي على هاد الشكل هذا، حيت لها هكا داك الشوكولاط اللي في الجوانب، خديت هنايا الشوكولاط الكحله البنات ذوبتو هكا ودرتو في واحد البلاستيكه ودرت لها هكا واحد الثقيبه اللي تكون رقيقه. غادي ناخذها وغادي نمشي للجوانب هنايا هكا وغادي ندير خطوط عشوائيه على هذا الشكل هذا البنات، تنتمنى يكونوا باينين لكم. غادي نعاود معكم هنايا هكا عشوائيه في الجنب نتاع الحلوه، هانتوما صافي على هذا الشكل هذا. غادي نعاود نجي لهنايا هكا، تنتمنى يكون واضح لكم البنات. غادي نعاود هنايا نعمر هكا صافي على هذا الشكل هذا. البلايص اللي هكا ما فيهمش الزواق نتاع الشوكولاط تنعاودهم باش تجيني باينه. صافي غادي ناخذ دابا هاد العقيق هذا في اللوينات البنات، راه ما غاليش بزاف داير 5 دراهم، وتنجي لهنايا تنحطو وانا باقي الشوكولاط دايب باش يثبت ليا فوق الحلوه نتاعي هكا باشكال عشوائيه. صافي تنرمي راه تيثبت هو راسو مع الشوكولاط باقي دايب، خصكم تخفوا يجيكم هكا باش ما ينشفش لكم الشوكولاط. صافي غادي نبقى نستمر البنات حتى نكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله هكا مع الشكل النهائي نتاع الحلوه تاعتنا. وهذا هو الشكل النهائي البنات تاع الحلوه اللي صايبنا اليوم، تجي على هذا الشكل هذا. وكي شفتوا من مقادير قليله تنخرجوا بلاطو اللي رائع البنات هكا تستحق التجربه ومذاق اللي خيالي والله البنات، نتمنى كتجربوه. انا درت نص الكميه باللون الابيض كي تيبان لكم ونص الكميه هكا بالشوكولاط كحل هانتوما، ودرت هادو اللي بالشوكولاط كحل درت لهم خطوط بالشوكولاط الكحل. ممكن نتوما ديروا هاد الخطوط هادو بالشوكولاط الابيض، انا فضلت هكا يبقاو غير بالشوكولاط الكحل ودرت هكا عقيقات. تنتمنى هكا تجربوهم البنات هكا وينالوا الاعجاب ديالكم. وما تنساوش البنات هكا الا عجبكم من طبيعه الحال تبارطاجيو الفيديو هكا للعائله والاحباب ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. وما تنساوش تزوروا الفيديوهات الاخرين اللي حطيت فيهم هكا حلويات العيد وبالصحه والراحه الزوينات.